وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إذانا بقرب موسم الحج بدأ الاستعداد لاستقباله. إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة البريمي نظمت معرضا توعويا لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام تحت عنوان نسك. نظمت إدارة الأوقاف والشؤون الدينية معرض نسك لتوعية حجاج بيت الله الحرام لكيفية أداء المناسك منسك الحج بطريقة صحيحة. نظم هذا المعرض ليدخل الحاج ويتتبع فيه المحطات كما هي في الواقع الحقيقي في مكة المكرمة. يغلب على هذا المعرض الطابع الافتراضي، سوف ينتقل هذا المعرض بكامله إلى هاتف الزائر عبر مسح الباركود. المعرض حوى 12 ركنا ترجمت مراحل أداء مناسك الحج، وفي كل ركن سيجد الزائر كل ما يحتاجه من معلومات تعينه على أداء المناسك كما ينبغي. المعلومات هذه متوفرة أيضا عبر مسح الرقم المشفر الباركود في كل أركان المعرض. استفدنا عن أن الإنسان لابد أن يعلم ما هي النية التي أتى بها الحج، هل هو يعني متمتع أم مفرد أم قارن على هذا، وهل أنا حاج عن نفسي أو حاج على الغير عن الغير. على سبيل المثال المناسك حقيقة عندما تكون بمجسمات بهذه الطريقة تسهل علينا كل الأعمال، يعني إحنا كأننا في الحج. وفي هذا الركن يمكن للزائر التفاعل افتراضيا مع مختلف المناسك عبر لبس النظارات الافتراضية، هي إضافة جديدة لهذا المعرض. وعلى مقربة منه شاشة تجسد خطوات أداء المناسك مدعومة بمختلف المعلومات. الجديد في معرض نسك لهذا العام في محافظة البريمي هو ركن الحج الافتراضي، هو أن يعيش الحاج مشاهد تلك العراس الطاهرة حية أمامه من خلال الشاشة التفاعلية أو من خلال نظارات الفي آر الموجودة كذلك معنا في هذا المعرض. المعرض هذا سيفتح أبوابه لثلاثة أيام متتالية على فترتين صباحية ومسائية، زيارته متاحة للجميع لا سيما من نوى الحج لهذا العام. أنور بن زاهر، الغريبي، محافظة بريمي.